أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا 11 في مقرر مساطر الالتزام التابع لعمدة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، برنامج الشريعة والقانون، الأستاذ المدرس أستاذ الدكتور عبد الكريم الطير. نأتي إلى عنوان اللقاء 11، وهو الفعل الضار كمصدر للالتزام، بمعنى المسؤولية التقصيرية. مخرجة هذا اللقاء عزيزي الطالب، متوقع منك أو ينبغي أن تكون قادرا على أن تقوم بالآتي بعد دراسة هذا المقرر أو هذا اللقاء. أولا، تعدد أقسام المسؤولية التقصيرية من حيث مرتكب فعل الخطأ. اثنين، تعدد أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية. تعدد مكونات الخطأ كركن في المسؤولية. تبين حدود الإعفاء من المسؤولية وحالاته. تعرف الدفاع الشرعي. تعدد شروط الدفاع الشرعي. تعرف الضرر. تعدد شروط حالة الضرورة. نأتي إلى أقسام المسؤولية التقصيرية، وهي أولا المسؤولية عن الأعمال الشخصية، ثانيا المسؤولية عن عمل الغير التابعين للشخص، الثالثة المسؤولية عن الحيوان. نأتي إلى أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية، وهنا ثلاثة أركان: ركن الخطأ، وهو الأمر أو الفعل الصادر من الشخص الذي يسأل. اثنين، لابد من وجود ضرر على الغير. ثلاثة، لابد من علاقة ارتباط بين الخطأ والضرر، وهي ما تسمى علاقة السببية. موضوعات الخطأ من الشخص: أولا، تعريف الخطأ، وهو الفعل أو الترك أو القول غير المألوف شرعا أو عرفا أو عادة. أركان الخطأ له ركنان: الركن المادي وهو التعدي، والركن المعنوي وهو الإدراك، وهذا الركن محل خلاف بين الفقهاء. أيضا من موضوعة الخطأ إثبات الخطأ، على من يقع إثبات الخطأ، يعني فالأصل أنه على عاتق المضرور كقاعدة عامة. نأتي إلى حدود الإعفاء من المسؤولية وإن ارتكب الشخص خطأ، وهو هناك الاستثناء الأول وهو الدفاع الشرعي، أيضا الاستثناء الثاني حالة الضرورة، الاستثناء الثالث تنفيذ أمر الرئيس المباشر في العمل الحكومي. أنواع الخطأ من ضمن الموضوعات: أنواع الخطأ، وهو الخطأ العمدي أو الأول، والنوع الثاني الخطأ غير العمدي. نأتي إلى أركان الخطأ. الخطأ هو ركن في المسؤولية التقصيرية، وللخطأ هذا الركن الأول له أركان، فركن له ركن مادي وهو التعدي، بمعنى التعمد أو بمعنى تعمد الشخص الإضرار بالغير أو الإهمال أو التقصير الذي نتج عنه ضرر بالغير. وهناك ركن آخر، ركن معنوي، قد يعتبره البعض أنه هو الإدراك، وهذا الركن ركن الإدراك محل خلاف في الفقه القانوني، معناه أن الشخص الذي لا يدرك ما يصدر عنه من عمل لا تجوز مساءلته جنائيا. أما التعويض المدني فالمميز وغير المميز فيه على حد سواء. نأتي إلى الإثبات، على من يقع واجب الإثبات عند يعني إثبات الخطأ. ففك القانون المدني يوجب على المدعي إثبات الخطأ، كأن يثبت المدعي أن المدعي عليه أخل بواجبه القانوني العام وأضر به، أو يثبت أن المدعي عليه انحرف عن السلوك المألوف للرجل العادي وأحدث الضرر. فإذا أثبت المدعي ذلك تم الحكم له بالتعويض، كأن يثبت المصاب أن سائق السيارة صدمه وأضره بكسر في ساقه. حدود الإعفاء من المسؤولية: هناك حالات للإعفاء من المسؤولية مع التعدي، وهي حالة الدفاع الشرعي، وحالة تنفيذ الرئيس المباشر، وحالة الضرورة. نأتي إلى حالة الدفاع الشرعي، ويتعلق بها تعريف الدفاع الشرعي وشروط الدفاع الشرعي. فمن حيث تعريف الدفاع الشرعي: هو دفع الخطر الحال عن النفس أو العرض أو المال أو نفس الغير أو عرض الغير أو ماله دون تجاوز عند تعذر الالتجاء إلى السلطة العامة. شروط الدفاع الشرعي حتى تكون مقبولة: مع لزوم التدرج
الشرط الأول أن يوجد الخطر الذي يخشى منه وقوع الجريمة أو يخشى منه وقوع الجريمة على النفس أو المال أو العرض. اثنين، الخطر حال أو وشيك الوقوع وليس مستقبلا، ولم يكن المتعدي سلم نفسه للسلطات. الشرط الثالث أن يكون الاعتداء غير مشروع، خلاف العمل المشروع كتأديب الابن أو الزوجة أو تنفيذ حكم قضائي. الشرط الرابع عدم التمكن بالاهتمام بالسلطة العامة، لأن على الدولة حماية المواطن. الشرط الخامس التناسب بين بأن يكون رد الاعتداء بقدر ما يدفع به دون تجاوز ظروف كل حالة. حالة تنفيذ أمر الرئيس، تعريف يتعلق بهذا الموضوع فرعين موضوعين، تعريف تنفيذ الرئيس وشروط تنفيذه. نأتي إلى مضمون تنفيذ أمر الرئيس، وهو تنفيذ الأمر المشروع دون تجاوز الصادر من ذي ولاية. هو تنفيذ الأمر المشروع دون تجاوز، وهذا الأمر صادر من ذي ولاية عامة. نأتي إلى شروط تنفيذ الأمر الصادر من الرئيس، والشرط الأول أن يقوم بالتنفيذ موظف عام ليستفيد من الاستثناء، أولا حتى نكون أمام استثناء وإعفاء من المسؤولية. الشرط الثاني أن يصدر أمر من الرئيس المتبوع واجب الطاعة على المأمور، ليس كل الأشخاص يلزمون بطاعة أو تنفيذ الأوامر، لكن هناك أشخاص عليهم تنفيذ الأوامر كالموظف الذي يكون تابع لرئيسه المباشر. أن يكون الأمر في ذاته مشروعا بأن لا يمثل الفعل جريمة أو فاحشة. طيب، الشرط الرابع وهو أن لا يتجاوز المأمور حدود الأمر المعقولة بكل حيطة وتبصر. الشرط الخامس وهو الأخير أن يقوم المأمور بالتنفيذ بحسن نية بأن يعتقد مشروعية الأمر. طيب، نأتي إلى حالة الضرورة كحالة من حالة الإعفاء من المسؤولية، ونتناولها من خلال تعريف الضرورة وشروط الضرورة. تعريف الضرورة هو إحداث ضرر بالغير أو بماله ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره. طيب، شروط حالة الضرورة أن يكون المضطر أو غيره مهدد بخطر حال، لا في الماضي ولا في المستقبل، حال. طيب، الشرط الثاني أن يكون سبب الاضطرار أجنبي وليس سببه أو سبب المضطر. الشرط الثالث أن يكون الخطر مجحفا بالمضطر بأن لا يكون الضرر مساوا أقل من فعل المضطر. الشرط الرابع أن يلتزم المضطر بحدود الإباحة، أن يلتزم المضطر بحدود الإباحة. أنواع الخطأ، نأتي إلى الركن الثالث أو الثاني عفوا، لا لازلنا في الركن الأول من أركان المسؤولية. أنواع الخطأ، هنا الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي. والتمييز بين نوع الخطأ العمدي وغير العمدي أن الخطأ العمدي هو اتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر بالغير، اتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر بالغير. مثال، الهارب من الشرطة يدفع الحارس عن طريقه فيجرحه. طيب، أنواع الخطأ العمدي، الخطأ الجسيم أو الخطأ الفاحش. والنوع الثاني من الخطأ العمدي الخطأ اليسير أو التافه. الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي. أما الخطأ غير العمدي فهو الإخلال بواجب قانوني دون قصد إحداث الضرر. مثال ذلك عدم بذل العناية المعتادة في حفظ الوديعة. يقاس الخطأ التقصيري وفقا لمعيار مسلك الرجل المعتاد المعني بأمور نفسه. نشاط عزيزي الدارس، قم بالرجوع إلى كتاب الدكتور محمد الشامي مصادر الالتزام، وقارن بين كل من المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية من حيث الوضع القانوني والنية واجتماع المسؤوليتين. عزيزي الدارس، هنا أسئلة التقويم الذاتي، أجب عن الأسئلة الآتية: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. 2، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. 3، عدد شروط الدفاع الشرعي كحالة من حالات الإعفاء من المسؤولية. تدريب عزيزي الطالب، من خلال التعريفات السابقة لمفهوم الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي، هل يمكنك ملاحظة أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها؟ نأتي إلى الركن الثاني في المسؤولية التقصيرية وهو الضرر.
فمن حيث تعريفه وأنواعه. فتعريف الضرر هو إلحاق الأذى بالغير مطلقا وهو ضد النفع. هو إيش الضرر؟ إلحاق الأذى بالغير بصورة أي بأي صورة من الصور وهو ضد النفع. أنواع الضرر هنا الضرر نوعان: الضرر المادي والضرر الأدبي. النوع الضرر نوعان: مادي وأدبي. الضرر المادي إما أن يكون مباشر أو غير مباشر. ويعني فنعود إلى الضرر الأدبي، هو يعني نحتاج إلى تعريفه وبما يتحقق وقبوله للتعويض والحق في التعويض، هذه سنتناولها لاحقا. نأتي إلى تقسيمة الضرر المادي أنه مباشر وغير مباشر. والضرر المباشر إما أن يكون متوقع أو غير متوقع، والضرر المتوقع قد يكون محقق وقد يكون احتمالي، والضرر المحقق قد يكون في الحال وقد يكون في المستقبل. هذه أنواع الضرر وتقسيماتها. طيب نأتي إلى مقارنة بين الضرر المادي والضرر الأدبي. فالضرر المادي تعريفه هو الضرر الواقع على النفس أو المال مباشرة أو تسببا. هو إيش تعريفه؟ هو الأذى أو الضرر الواقع على النفس أو المال مباشرة أو تسببا. والضرر المباشر هو الذي يجب التعويض عنه في المسؤوليتين العقدية والتقصيرية. طيب وهو ينقسم إلى مباشر متوقع وغير متوقع، والمتوقع هو الواجب التعويض عنه، أما غير المتوقع لا يعوض عنه إلا إذا ارتكب من قام بإحداث الضرر غشا أو خطأ جسيما. نأتي إلى الضرر الأدبي، نلاحظ أنه هو الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه أو في حقوقه الأدبية ليست المادية أو المالية، ويشترط فيه أن يكون حالا أو مستقبلا وأن يكون محقق الوقوع، كالآلام الناتجة عن القذف أو السب. الحق في التعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقل إلى الغير إلى الخلف إلا إذا اتفق على ذلك أو كان صاحب الحق قد طالب به أمام القضاء، فبالإمكان الورثة أو الخلف العام المطالبة به بعد وفاة صاحب التعويض أو من كان له التعويض. علاقة السببية بين الخطأ والضرر، يقصد بعلاقة السببية أن توجد علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه والضرر الذي أصاب الغير المدعي، بأن يكون خطأ المدعى عليه هو وحده الذي أحدث الضرر ولا يوجد سبب آخر يقضي على العلاقة بين خطأ المدعى عليه والضرر. أسباب انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر، بمعنى أنه لا مسؤولية، أو أولا الضرر بسبب أجنبي وليس المدعى عليه، ثانيا خطأ المدعى عليه غير منتج أو غير مؤثر، ثالثا الضرر من المدعى عليه غير مباشر. هنا هي هذه حالة انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر. فعندما يكون الضرر بسبب أجنبي وليس المدعى عليه، يكون بسبب خطأ المضرور نفسه مثلا، أو يكون بسبب خطأ الغير، أو يكون بسبب القوة القاهرة، فهنا تنتفي المسؤولية، أو لا يوجد رابط بين الخطأ والضرر لأنها أن الضرر كان بسبب آخر ليس بسبب أيش المدين. أثر خطأ المضرور في علاقة السببية، قد يكون خطأ المضرور مستغرق، فعندما تعدد الخطأ، خطأ من المضرور وخطأ من الغير، فمن كان متعمدا يسأل، وهو عندما العمد يجعل الخطأ مستغرق من قبل المتعمد أنه خطأه هو الذي سيحاسب عليه. أيضا رضا المضرور، رضا المضرور بوجود ببقاء الضرر عليه، فكرضا المريض بإيش إحداث الجراح جرح في جسمه. الخطأ المركب هو أن أحد الخطأين نتيجة خطأ الآخر، يعني في أثر الخطأ المضرور في علاقة السببية قلنا إما الاستغراق أو الاشتراك أنه خطأ مشترك، فالضرر نتيجة خطأ المضرور والمدعى عليه. طيب نأتي إلى أثر خطأ الغير في علاقة السببية، أثر خطأ الغير وليس المدين في علاقة السببية. فمن هو الغير في هذه الحكاية؟
هو كل شخص أجنبي عن المسؤول والمضرور، كما إذا حصل ضرر بالمضرور ولم يخطئ وكان الضرر بسبب الغير فلا مسؤولية على المدين، كما لو ترك مالك السيارة سيارته في موقف عام وسرقت وصدم بها السارق شخص آخر، فالمسؤول على السارق وليس على مالك السيارة شيء. طيب، حالة الضمان بوجود خطأين، الضمان على المباشر دون المتسبب، أو الضمان على أو وجود خطأ من المدعى عليه ومن الغير، وهنا خلاف على قولين. حالات الثالثة اشتراك المسؤول والغير في المباشرة أو التسبب، وهذه لها يعني فيها قولان. نأتي إلى الحالة الأولى، حالة الضمان بوجود خطأين. فالضمان على المباشر دون المتسبب، وهو الضمان على المباشر لأنه بخطئه تحققت النتيجة، ولأن المباشر المباشرة علة مؤثرة بنفسها فيتعلق بها الضمان. حالة وجود الخطأ خطأ من المدعى عليه ومن الغير، فالقول الأول أن المسؤول على الاثنين، والقول الثاني أن يتم البحث عن السبب المنتج، سواء كان في جانب المدعى عليه أو من جانب الغير. أما الحالة الثالثة وهي اشتراك المسؤول والغير في المباشرة أو التسبب، فالقول الأول فيها كما قلنا أنها فيها خلاف، فالقول الأول الضمان على الدافع يعني البادئ، والقول الثاني أن الضمان على كل المشاركين في الخطأ. نأتي أيضا تابع حالة الضمان بوجود ضرر الغير. الضمان على المتسبب دون المباشر، وأيضا إيجاب الضمان على المباشر والمتسبب، وثالثا الضمان على بيت مال المسلمين. في الحالة الأولى كما لو دفع شخص، حالة الأولى وهي الضمان على المتسبب دون المباشر، كما لو دفع شخص سكين إلى طفل فسقطت السكين فجرحته، تمام، فهنا المتسبب الشخص العاقل دون الطفل، تمام، فالضمان على الدافع وليس على الطفل. الحالة الثانية حالة إيجاب الضمان على المباشر والمتسبب، كما لو أمسك شخص إنسان ليقتله آخر، فالضمان هنا عليهما، على الممسك وعلى المباشر. طيب، الحالة الثالثة الضمان من بيت أو على بيت مال المسلمين، وجود قتيل في الصحراء أو في مكان عام ولم يعرف قاتله، وبالتالي فالضمان على بيت مال المسلمين. أثر القوى القاهرة في علاقة السببية. تعريف القوى القاهرة ما هي؟ هي الأمر الغالب الذي لا صلة له بنشاط المدين. شروط نسبة الفعل للقوى القاهرة، لابد من أن يكون الحادث أجنبي عن الإنسان، وأن يكون غير ممكن التوقع، وأن يكون مستحيل الدفع، وأن يكون هذا الحادث خارج من مكونات الشيء، وأن يكون هلاك، كأن تكون أيش مثال هلاك الماشية بآفة سماوية، فلا ضمان على الراعي. أما هلاك الماشية بآفة سماوية وهي في يد الغاصب أو السارق فعليه الضمان، لأن الراعي يده يد أمانة، أما الغاصب فهو يضمن. تدريب 2، عزيزي الدارس، قم بوضع أثر القوى القاهرة في مخطط مفاهيمي أو شكل توضيحي يلخصها جميعا. أسئلة التقويم الذاتي، عزيزي الطالب، أجب عن الأسئلة الآتية: أولا، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي. 2، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. 3، اكتب في حالة الضمان بوجود خطأين. الخلاصة، عزيزي الطالب، تناولنا في هذا اللقاء تعداد أقسام المسؤولية التقصيرية من حيث مرتكب فعل الخطأ، وخلصنا إلى أنها مسؤولية عن أعمال الشخص أو عمل الغير أو عن فعل الأشياء والحيوان، وتعرضنا إلى تعداد أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية، وتبين أنها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وبينا مكونات الخطأ كركن في المسؤولية، وهما ركن مادي وركن معنوي، كما بينا حدود الإعفاء من المسؤولية وحالاتها، وهي حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة وتنفيذ أمر الرئيس، وعرفنا الدفاع الشرعي كطريق من طرق الإعفاء من المسؤولية، وأوضحنا شروط الدفاع الشرعي، وعرفنا الضرورة كطريق من الإعفاء من المسؤولية، كما تطرقنا إلى شروط حالة الضرورة. تكليف اللقاء 11، عزيزي الطالب، مطلوب منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تقوم بعمل الآتي: الرجوع إلى كتاب الدكتور محمد الشامي مصادر الالتزام، واكتب في الموضوع التالي:
رقابة المحكمة العليا على ركن الخطأ أو التعدي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.